لهذا الخليج الكبير وهذه المنظمات الكبيرة التي تحمل انطلاقات الأشواط الرئيسية لهذا الصباح. بالفعل الآن جهزية هذه المسابقة وكذلك أيضا نشاهد وأيضا متابعة الشوط الثامن. بالفعل الشوط الثامن مخصص للحقائق قعدان الإنتاج المحلي، آخر الأشواط الإنتاج المحلي يعتبر. نعم، ننقل الميكروفون الآن إلى زملاء المعلقين في هذا الميدان وكذلك إذا متابعتهم إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بحضراتكم من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الشهيد في أول منافساته وفي أول تحدياته لهذا المهرجان ولهذا الكرنفال الذي يقام على سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه على بركة الله. أيها الحفل الكريم، متابعينا في كل مكان، ينطلق شوطنا الثامن الخاص للقناة قعدان والمسافة هي 4 كيلومترات. ننطلق وإياكم مع هذا المسار الأصيل، مع هذا التحدي الكبير، مع هذه الانطلاقة المميزة. البداية دائما مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، دسمان هو من يتقدم هذه الجموع ومن يقدم لنا دسمان زايد بن مجدل بن عواض العتيبي مع المركز الأول، ولكن اللي غير وانطلق في هذه اللحظات نصر الباحث عن النصر والانتصار. نصر ينطلق مع المركز الأول لماجد بن فرج بن زامل الظفيري. المركز الثاني، نتأخر قليلا لكي نتابع المركز الثاني، وصل الفهد وتقدم الفهد بشعارك يا مطلق بن محمد بن ناصر بن محمد مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات وتقدم الحساس لشنار بن محمد بن طامي الهاجري مع المركز الثالث. المركز الرابع اللي وصل هنالك من الجانب الآخر، وصل جبار لمسفر بن مبخوت بن سالم العجمي مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات وتقدم الفايز. الفايز هو من يحتل المركز الخامس لحمد بن فهد بن ناصر الهاجري. ها هي النتيجة والنداء الأول للمراكز الخمس المتقدمة والمتصدرة، ولكن العودة دائما إلى الرقم الصعب، إلى الرقم 1، إلى الموقع المستهدف من قبل المضمرين والمشاركين. العودة للي يحتل الصدارة والمركز الأول. يا سلام الله، جبار 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 مع المركز الأول. الأخبار ترصد لنا جبار من يحتل الصدارة لمسفر بن مبخوت بن سالم العجمي، ولكن اللي وصل الآن شاهين لمحمد بن حمد بن بخيت المري، وصل الآن مع المركز الثاني وغير إلى صدارة الشوط. أما المركز الثالث اللي ينطلق الحساس ويراقب الأمور، شنار بن محمد بن طامي الهاجري هو من يقدم لنا الحساس مع المركز الثالث. ولكن السلام، الله، شوفوا تبادل المراكز في هذه اللحظات. وصل الآن، وصل نصر، أو هنا نعم نصر، لماجد بن فرج بن زامل الظفيري مع المركز الرابع والمركز الخامس. وصل الآن وتقدم سلام شاهين لمحمد، أو هنا الفايز لحمد بن فهد بن ناصر الهاجري.
مع المركز الخامس، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. يا سلام إلى شاهين، شاهين من يتصدر هذه الانطلاقة. الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو الكبير، الكيلو المثير. روح يا مالك شاهين لمحمد بن حمد بن بخيت المري، ولكن الكل بدأ يتحرك. وصل الآن وتقدم في هذه اللحظات الحساس شنار بن محمد بن طامي الهاجري، وصل في هذه اللحظات، وصل شعار بفهيد، وصل الدندان لمحمد بن فهيد بن ناصر العجمي، ولكن الله العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول إلى شاهين. شاهين اللحظات الأخيرة، الأمتار المجنونة، محمد بن حمد بن بخيت المري، شاهين السيارة. السلام الله اللحظات الأخيرة، الأمتار المجنونة مع شاهين، مع شاهين، شاهين مع المركز الأول، محمد بن حمد بن بخيت المري. من أطلق العنان لشاهين؟ الله، يا سلام يا سلام، تهانينا والناموس من هذه اللحظات نزفها لمالك شاهين لمحمد بن حمد بن بخيت المري على فوز شاهين بالمركز الأول. سلام سلام سلام، تحية واحترام لمالك شاهين على هذا الفوز والانتصار. محمد بن حمد بن بخيت المري، تهانينا له والناموس على هذا الفوز وانتزاع لناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل مبهر لهادي مظفر بن راشد الهاجري، والمركز الثالث وصل مع المركز الثالث الدندان لمحمد بن فهد بن ناصر العجمي، والمركز الرابع والمركز الخامس عند لجنة الخطي والتحكيم. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن بخيت المري على فوز شاهين بناموس هذا الشوط وانتزاعه لسيارة هذا الشوط، تهانينا والناموس للجميع. بالفعل نقول ألف ألف مبروك على هذا الإنجاز وعلى هذه المشاركة لشاهين لحصول محمد بن حمد بن بخيت المري على المركز الأول، 6:19 في هذه المسابقة، ونجاح أيضا شوطنا الثامن بعد هذه الانطلاقة وكذلك أيضا هذه المسابقة والمنافسات. لكن بالفعل شاهين بفارق بعيد أخوي عبدالهادي عدل. بالفعل شاهين حقق الإنجاز في آخر أشواط الإنتاج المحلي في صباح هذا اليوم، توقيت زمني مميز أيضا في 6:19، لحظات وصوله كذلك تشوفون بالشاشة أعزائي المتابعين ومشاهدين عبر قناة الثالثة الرياضية. 6:19 لحظة بالفعل بالوفاء والتمام. المركز الثاني بالفعل وصول الدندان لمحمد بن فهيد بن ناصر العجمي، لحظات وصول أو عفوا مبهر لهادي بن ضفاف بن راشد الهاجري في 6:22 جزء الثاني من ثانية وخمسة عشر جزء من الثانية، مبهر الثاني مبهر بالفعل. والمركز الثالث بالفعل محمد فهيد العجمي في 6:23 48 جزءا من الثانية، توقيت أيضا مميز في المراكز الثلاثة الأولى الحاصلة على هذا الناموس في هذا الشوط الرئيسي لآخر أشواط.